وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أشار السيد محمد فلمرزي أخصائي أرصاد جوية أول بإدارة الأرصاد الجوية، أشار إلى أن حالة عدم الاستقرار على المملكة من المتوقع استمرارها حتى مساء يوم غد الجمعة، داعيا إلى ضرورة متابعة النشرات والتحذيرات الصادرة عبر قنواتها الرسمية. وبالنسبة للحالة الجوية فما زالت الفرص يعني مهيئة لتشكل خلايا رعدية تساقط المزيد من الأمطار وتصاحبها هبات شديدة السرعة، وحسب قراءتنا للخرائط الطقس نتوقع أن تستمر إلى مساء يوم غد الجمعة، وهناك فرصة ضعيفة ليوم السبت. يرجى من المواطنين والمقيمين الكرام ومرتادي الطريق بأخذ الحيطة والحذر وتجنب الأنشطة الخارجية ومتابعة آخر مستجدات الطقس والتحذيرات الصادرة عبر قنواتنا الرسمية.